مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة التي نسلط فيها الضوء على ملامح العهد الجديد. مشاهدينا، نحن في اليوم الثالث بعد أداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. في هذه الأثناء تتزاحم التحليلات وأيضا التوقعات، ويرتفع منسوب الأمل في مستقبل مشرق مع تولي الحاكم 17 من أسرة آل الصباح مسند الإمارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. لا شك مشاهدينا، عنوان كبير وواضح ومعلن لهذه المرحلة: مصلحة الوطن والمواطن. سمو الأمير كان شفاف في الإعلان عن هذا العنوان في أكثر من محطة. المصلحة العامة تستدعي تصحيح المسار، وتصحيح المسار يستدعي عملا جادا من جميع المؤسسات الحكومية وأيضا الأهلية ومن المجتمع برمته. تصحيح المسار وتحقيق النهضة الشاملة تبدأ من ترتيب البيت من الداخل، ومع ذلك بما في ذلك طبعا مكافحة الفساد بجميع صوره، ووضع آليات واقعية للحكم الرشيد، وتطوير منظومات الإدارة وأيضا التعليم والاقتصاد، وتشجيع الاستثمار وتوسيع آفاق التشغيل. والهدف والمنطلق هو مصلحة الوطن وخدمة المجتمع. كثير من الورش ستفتح لا شك في العهد الجديد تحت حكم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. مشاهدينا، اليوم تدشن دولة الكويت مرحلة جديدة تحت حكم أسرة آل الصباح الكرام، وكل الآمال معقودة على سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمواصلة المسيرة، وأيضا تصحيح المسار ورسم سياسة تنموية خلاقة، وأيضا تكريس احترام القانون ونهج الشفافية والإصلاح في كافة القطاعات، وخلق ديناميكية جالبة للاستثمار تخدم رؤية الكويت الجديدة 2030. مشاهدينا، لمناقشة هذه المحاور وغيرها واستشراف أيضا المستقبل، معنا في الاستديو المحلل السياسي الدكتور خالد الجنفاوي. دكتور خالد، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا من خلال تغطيتنا لهذه الساعة. حياكم الله. أهلا وسهلا. بداية دكتور خالد، يعني الجميع تابع الجلسة الخاصة للأداء اليمين الدستورية لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا النطق السامي لسموه رعاه الله. بداية مسار الإصلاح وأيضا التصحيح، مسار متعدد الأوجه، يعني نبدأ من الوجه السياسي، من أين البداية وأيضا كيف يكون التصحيح؟ أعتقد أخي الكريم، يجب علينا أيضا أن نهتم بقراءة الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في سياق كلمات الخالد السابقة، وبخاصة التي ذكر فيها ضرورة إصلاح مسيرة أو مسار المشهد السياسي. فأعتقد أنه ربما تتمحور عملية الإصلاح في هذا السياق في إعادة ترتيب، دعنا نقول، الأولويات البرلمانية وبخاصة في السلطة التشريعية. الشعب الكويتي انتخب الإخوة والأخوات في مجلس الأمة للتعبير عن إرادته، والقيادة السياسية قبلت هذا القرار، ولكن أعتقد أنه في خضم بعض النقاشات الجانبية ودعنا نقول الجدل الغير بناء في فترة معينة في أثناء العلاقة بين السلطة التنفيذية أو الحكومة والمجلس، أعتقد أنه غاب الحرص على الاهتمام بالأولويات، والتي هي بشكل أو بآخر أولويات ترتكز على حماية البلاد، أمن البلاد، وكذلك أيضا الإيفاء بمتطلبات واحتياجات المواطنين الكويتيين. فأعتقد أنه من أحد، دعنا نقول، إشارات الإصلاح، إذا بدأت عملية الإصلاح الجادة، سوف تتمركز حول ماهية أو طبيعة
الجزئيات دور مجلس الأمة. دور المجلس الأمة هو كسلطة تشريعية، هو جهاز وأداة رقابية وبنفس الوقت أداة تشريعية. فإذا تناسقت كلا هاتين القوتين، القوة التشريعية والقوة الرقابية، تحت استراتيجية وطنية سياسية واقتصادية واضحة وفق برنامج تلتزم به السلطة التشريعية وتتوافق مع السلطة التنفيذية، أعتقد أننا سوف نبدأ دعنا نقول في إنشاء وتأسيس ما كنا نأمل أن يتأسس في السابق، وهو دولة المؤسسات والقانون، دولة العدالة، دولة المساواة، دولة احترام القانون، دولة قيام كل السلطتين بمهماتهم الرسمية الدستورية وفقا لآلية الدستور ووفقا ما أفضى ويملي إليه الدستور نفسه. فبدلا من تضيع الوقت في الجدالات والنزاعات الغير مناسبة مثلا أو التي لا تصب في مصلحة البلاد والعباد، أعتقد أنه يجب علينا أن نوجه البوصلة أيضا، بوصلة بخاصة السلطة التشريعية، إلى الالتزام بأولوياتها الأساسية التي أساسا أتت هذه السلطة في مجلس الأمة الحالي للإيفاء بها وتنفيذها، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين، الحفاظ على أمن الكويت، الالتزام بالوحدة الوطنية، الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وكذلك أيضا الاستحقاقات الوطنية التي أنجزت في السابق، بدلا مثلا من أن نرجع إليها أو نستعمل الخطاب البرلماني لتقويض دعنا نقول أسس هذه المكتسبات الوطنية. كان حريا بنا في مجلس الأمة أعتقد أن نركز أكثر على وضع استراتيجية نهضوية تنموية تنفع الكويت بشكل خاص وتركز على الوطن والمواطنين. فالقوة البرلمانية هي قوة صدرت من الشعب تجاه الشعب إلى الشعب، بمعنى أنه يجب أن تسخر هذه السلطة التشريعية لخدمة البلاد والعباد وبخاصة للتمثيل الصحيح والدقيق لأولويات المواطنين الكويتيين. لا شك دكتور خالد أن دولة الكويت أيضا لها خصوصية، يعني هناك برلمان. إذا ما تحدثنا عن تصحيح المسار فأعتقد أن تصحيح المسار هو كما يتحدثون معقد لتدخل كثير من الفاعلين فيه، يعني ويتطلب نفسا طويلا من خلال تجارب دول أيضا سلكت نفس هذه التجارب. وبالطبع أخي الكريم أعتقد أنه يجب علينا أيضا عندما نتعامل مع ملف دعنا نقول التغيير أو الإصلاح، يجب هذه تحدثنا أيضا عن الإصلاح العميق. الإصلاح العميق بالطبع هو عادة تاريخيا وفق ما أعتقد أنه عملية الإصلاح العميق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والتكنولوجية بمعنى على كل الأصعدة تتطلب على الأقل مثلا جيلا كاملا، ولكن هذا طبعا في الديمقراطيات الكبيرة وذات عدد السكان الكبير والتي لها مثلا تاريخ طويل في الممارسة الديمقراطية، ولكن أصر مرة أخرى على أن ديمقراطيتنا هي ديمقراطية خاصة تنبع ونبعت من تجاربنا السياسية والتاريخية الكويتية، ويجب أن تعكس ثوابتنا الكويتية الوطنية، بمعنى أنه يتوفر لدينا حسب ما أعتقد مقومات الإصلاح والنجاح في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين، ولكن أعتقد أنه يجب علينا أيضا أن نحافظ على البوصلة السياسية والأخلاقية الكويتية الثابتة التي ترتكز على حماية الوحدة الوطنية، الحفاظ على أمن البلاد والعباد، التمسك بالقيم والثوابت الوطنية الكويتية، الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي أنجزت عبر التاريخ. فأعتقد أنه في عملية الإصلاح في سياقنا السياسي الكويتي وبخاصة فيما يتعلق بنشاطات السلطة التشريعية، أعتقد أنها أمر محتمل وأمر يمكن أن ينجح إذا بدأنا في إصلاح دعنا نقول بوصلة السلطة التشريعية نحو الالتزام مرة أخرى بالأولويات الوطنية، الأولويات التي تصب في مصلحة المواطنين، المواطن الكويتي الذي ذهب للاقتراع، المواطن الكويتي الذي لا يتبع أيديولوجية سياسية أخرى، المواطن الكويتي الذي يعني لم يصوت للأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة لكي مثلا يمثلوا دعنا نقول توجهاتهم الفكرية أو جماعاتهم السياسية أو هكذا، ولكنه كان يأمل هذا المواطن الكويتي الذي يعني تجاوب مع دعوة القيادة السياسية
السياسية لتصحيح مسار المشهد السياسي، أن يدرك الأخوة في مجلس الأمة والأخوات في مجلس الأمة حجم هذه المسؤولية، هذه مسؤولية تكليف، تكليف وليس التشريف لأحد في البرلمان. يجب عليك أن تستمر كعضو مجلس الأمة تفكر في هذه الأولوية وفي هذه المسؤولية تجاه المواطنين، بدلا من مثلا أن تضيع الوقت مثلا في المهاترات أو في الاحتقانات أو في تصفية الخلافات التي لا علاقة لها إطلاقا بما يعني يوجد في وجدان المواطن الكويتي. لا شك دكتور خالد أن الإصلاح المؤسسي أيضا يحتاج إلى بيئة اجتماعية يتم احتضانها وأيضا يتم تشجيعها، يعني كيف يمكن إنجاز هذه المعادلة داخل دولة الكويت؟ أعتقد أخي الكريم أن لا يزال البرلمان، مجلس الأمة أو السلطة التشريعية هي القدوة المثلى المفترضة للنقاش السياسي في الكويت. فإذا ارتقى الحوار داخل هذه السلطة التشريعية وتطور إلى حوار عاقل وبناء يركز على بناء الوطن والتنمية الاقتصادية وتحسين الإدارة والحوكمة و تنفيذ دعنا نقول مبادئ وقيم الجودة في الإدارة الحكومية، إذا تركز هذا الخطاب البرلماني في هذا السياق أعتقد أن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على الوعي الفكري أو دعنا نقول التفكير الجمعي في المجتمع. إذا تلقى المواطن الكويتي وشاهد نقاشات راقية في البرلمان تركز لا على الخلافات والنزاعات الشخصية أو المشخصنة، ولكن تركز على الأيديولوجية، عفوا على الاستراتيجية المستهدفة لبناء البلد وتنميته، الاهتمام بتكريس مؤسسة عفوا دولة مؤسسات والقانون، والتركيز أيضا على العدالة والمساواة بين المواطنين. يعني في هذا الأمر إذا اتجهت هذه القوة البرلمانية، قوة هذا الخطاب البرلماني نحو هذه الأولويات الوطنية، فأعتقد أننا سوف يعني نشهد رقيا أكثر في الحوار السياسي في الكويت بين المواطنين أنفسهم، لأنه طبعا ينظرون إلى مجلس الأمة من المفترض أنه كقدوة تشريعية لهم وقدوة حول الحوار العاقل وقدوة حول كيفية النقاش مع الآخرين وقبول الرأي والرأي الآخر وهكذا. فأعتقد أنه السلطة التشريعية تحمل على أكتافها مسؤولية تاريخية عظيمة، وبخاصة أنها تمثل أو من المفترض أن تمثل إرادة الشعب، فيفترض أن يخرج من هذا المجلس دعنا نقول أثرا إيجابيا ومؤثرا في مثلا تكريس المواطنة الصالحة، في تقديم الأخوة والأخوات أنفسهم أو حرصهم على تقديم أنفسهم للمواطنين كمواطنين صالحين صادقين ولهم يعني قدرة على دعنا نقول الإيفاء بمسؤوليات المواطنة الصالحة والحق. بمعنى أنه هذا البرلمان من المفترض أن يكون دائما القدوة الأخلاقية والسياسية والديمقراطية لي ولك أخي الكريم كمواطنين عاديين، بدلا من أن مثلا ينشغل البرلمان في نزاعات جانبية لا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. دكتور خالد، يعني كما ذكرت القوة البرلمانية، إذا ما وقعنا في أيضا ردود القوة البرلمانية، يعني القوة البرلمانية ماذا تحتاج حتى تنفذ كل ما ذكرت؟ أعتقد أخي الكريم أن السلطة التشريعية تملك دستوريا مقومات الإيفاء بمتطلبات المواطنين، هذا وفقا للدستور، بمعنى أن المقومات بمعنى دعنا نقول المنصات المناسبة والمنطلقات المناسبة القانونية والدستورية لتحقيق الإصلاح والتنمية والتطوير في البلد. فلا يعني ينقص السلطة التشريعية أي شيء من هذا في هذا السياق من ناحية السلطة التشريعية كسلطة رقابية وسلطة تشريعية، ولكن أعتقد أنه يجب أن نركز أيضا على أن السلطة التشريعية يجب أن تجير طاقتها وقوتها وآلياتها وأدواتها البرلمانية لتحقيق الأولويات الوطنية التي بشكل أو بآخر تمس مصالح البلاد والعباد، بدلا مثلا من استثمار أو استغلال أو استعمال السلطة التشريعية وما يحدث في البرلمان مثلا لتحقيق مصالح سياسية جانبية للجماعات السياسية أو الفكرية هذه أو تلك. فأنا كمواطن كويتي
حياتي يعني صوت في الانتخابات، كنت أرغب أن أرى مثلا عضو مجلس أمة مسؤول مسؤولية كاملة وتامة ومدركا دائما أنه يمثلني كمواطن كويتي ولا يمثل مثلا توجه الفكري، وهو يمثلني أنا في المنطقة اللي أسكن فيها ويمثل جميع المواطنين الكويتيين. أنت مثلا عضو مجلس أمة لهذه الدائرة ولتلك الدائرة، ولكنك أنت تمثل الكويت عامة ولا تمثل أيديولوجية فكرية أو سياسية، فلا يحق لعضو مجلس الأمة مثلا كمثل استغلال قوة التشريعية والرقابية دعنا نقول لتحقيق المصالح سياسية فكرية أيديولوجية ربما يعني تنفع الجماعة التي ينتمي لها، الجماعة الفكرية أو السياسية التي ينتمي لها، لأنه مخول من قبلي أنا كمواطن عادي الذي أنا المواطن الذي ليس أيديولوجيا ليس طائفيا ليس قبليا ليس فئويا ليس طبقيا، ولكن كويتي مواطن كويتي أسعى وأتمنى أن تمنح لي الفرصة على أن أمارس المواطنة الحقة التي ترتكز عليها مدولة المؤسسات والقانون. مثلا كمواطن كويتي أتمنى كمواطن أن أستفيد من مقومات النجاح في مجتمعي بدلا من أن تعيق مسيرتي أو مسيرة نجاحي الشخصية المحسوبية أو المحاباة أو هكذا. يعني هذا أعتقد أنه ربما إضافة إلى تصحيح المسار المشهد السياسي، يجب علينا أن نحرص أيضا على تصحيح بوصلة العمل البرلماني وإعادة التركيز على القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية الحقيقية والدستورية الصحيحة التي تمس وتدور حول متطلبات المواطن الكويتي العادي الذي لا ينتمي لأي تيار فكري سوى تيار الكويت. تولي الإمارة يعني لا شك دكتور خالد يعني أمانة ثقيلة جدا وأداؤها يتطلب لا شك تعاونا مع الجميع، أين تكمن في تقديرك مفاصل هذا التعاون؟ يعني ما هي الجهات المعنية مباشرة به؟ أعتقد أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في خطابه السامي والذي هو بالفعل خطاب القوي الأمين الذي يدرك مسؤولية الوطنية تجاه مواطني، وأعتقد أنه في سياق التعاون بين السلطتين يجب على كلا السلطتين أن تدركان أنه لا مجال لهم لتضيع مزيد من الوقت، لا مجال لهم لتضيع الوقت في نقاشات أو جدالات أو ترتيبات أو يعني بمعنى أمور لا علاقة لها بمهماتهم الدستورية الرئيسية. فإذا وجد تعاون يجب أن يكون تعاونا بناء يرتكز على أولوياتنا الحقيقية هي الحفاظ على المكتسبات الوطنية، تسهيل عملية التنمية، جلب الاستثمارات الخارجية، تنظيم البيئة الاقتصادية في الكويت، تطوير الإدارة الحكومية، تكريس مثلا قيم ومبادئ الحوكمة في الحكومة بمعنى الحكومة الرشيدة، تطبيق مبادئ الجودة في العمل الحكومي والإدارات الحكومية. كل هذه الأمور هي توجد في تحت مسؤولية كلا السلطتين، فالتعاون هو تعاون بناء بالطبع لتنمية الكويت ولتطوير الكويت ولحماية البلد من أمنيا ولتطويرها اجتماعيا وتعليميا وفنيا وتأهيل الشباب والشابات الكويتيين للإيفاء للقيام بوظائف نحتاجها في البلد خاصة الوظائف الفنية وهكذا. فأعتقد أنه التعاون يجب أن يدور حول هذه الأمور، حول هذه الأهداف اللي هي أساسا أجزاء لا تتجزأ من برامج العمل الحكومي للسنوات السابقة، ولكن لم نرى يعني دعنا نقول إيفاء مناسبا لهذه الأولويات في تلك العلاقة التي وجدت في بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة معينة. كيف يعني يتم تنفيذ يعني هذه الرؤية من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا أداؤه ليتطلب طبعا تعاون جميع سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية، يعني كيف يتم التعاون بين السلطة التشريعية وأيضا التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية؟ أعتقد أنه التعاون البناء الحقيقي والصحيح يجب أن يرتكز على إيفاء كلا السلطتين بمسؤولياتهم الدستورية بحذافيرها، بمعنى أن السلطة التنفيذية على سبيل المثال
تتحمل مسؤولية تنمية الاقتصاد، حماية المجتمع أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، تطوير التعليم، تطوير البنية التحتية في البلد، تشجيع الاستثمارات الخارجية، يعني بمعنى تهيئة البلد للتطور كما يحدث في دول الخليج المجاورة الشقيقة. ولكن أعتقد أيضا في مجلس الأمة يعني هو يعني دائما نعول على أخواننا وأخواتنا في مجلس الأمة أن يتذكروا دائما أن مناصبهم الحالية هي مناصب مؤقتة، هي مناصب تكليف وليس تشريف، بمعنى أنتم مخولون من قبلي كمواطن كويتي ومن حضرتك ومن أخواننا وأخواتنا الكويتيين الآخرين الذين صوتوا لكم لكي تركزوا على هذه الملفات الأساسية لنا، يعني المتقاعدين، زيادة مثلا البنية التحتية، تطوير الاقتصاد، تشجيع دخول المواطنين الشباب والشابات الكويتيين للقطاع الخاص، تنويع مصادر الدخل، الاستثمار في الطاقة البديلة وهكذا، بمعنى تنويع الموارد الوطنية بدلا من الاعتماد بشكل خاص أو بشكل دائم على النفط. فأعتقد أنه كل هذه الأولويات أخي الكريم لم أرى لها كمراقب يعني سياسي لما يحدث في مجلس الأمة تركيزا مناسبا. فنتمنى أن تعتدل بوصلة السلطة التشريعية لتبدأ تركز على هذه الأولويات، هذه الأولويات والملفات التي يعني تعكس فعلا تفكيرنا ككويتيين. أنا وياك ككويتيين مثلا كمواطنين، أنا لا أمثل الشعب الكويتي كله ولكن كمواطن عادي أتحدث، أنه أنا لدي أولوياتي أساسية، هي أولويات مثلا رفع مستوى المعيشة، تطوير البنية التحتية والشوارع، تطوير اقتصادنا المحلي، جلب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الخارجية، تهيئة البيئة الإدارية والقانونية لمثل هذه الأمور، دعوة القطاع الخاص للاستثمار أكثر في البلد، تقليل عدد الإجراءات المعقدة أو المعوقة للتنمية والتطوير الاقتصادي. يعني دكتور خالد نكون أكثر شفافية كما ذكرت قبل البرنامج، يعني ما هو العائق أمام تحقيق كل ما ذكرت دكتور خالد؟ أخي الكريم، أنا إذا تحدثت في هذا السياق أتحدث من وجهة نظر الشخصية. فأعتقد أن توجد بعض المعوقات شهدناها في السنوات السابقة ومع الأسف لا تزال حاضرة في سياقنا البرلماني، التي هي النفس الانتخابي، بمعنى أن عضو مجلس الأمة حين ينجح في مثلا للوصول إلى مجلس الأمة والذي هو أساسا مسؤولية دستورية مخول فيها تخويل وليس فيها تشريف، فالبعض ربما يعني يجلب معه هذا النفس الانتخابي لجلب الأصوات وهذا الخطاب الأجاج ذي الشعارات يعني الرنانة إلى مجلس الأمة، ويبدأ يستمر يعني يتكلم ويتحدث كعضو مجلس الأمة مثلا وكأنه لا يزال مرشحا في الانتخابات. فهذه قضية يجب أن تنتهي. أنت وصلت إلى مجلس الأمة لديك مسؤوليات واضحة دستورية واضحة، كل الناس تفهمها وكل الناس تفقه هذه المسؤوليات، ولا يجب عليك أن تخرج من مسؤوليتك الدستورية. إضافة إلى ذلك أعتقد أنه في تشكيل اللجان، في عملية نقاش الملفات المختلفة في لجنة الأولويات أو غيرها، ما هي الأسس التي تعمل عليها هذه اللجان؟ من المفترض قانونيا ودستوريا وبرلمانيا وفق تجربتنا الديمقراطية عبر العقود السابقة، من المفترض أن تكون الأولويات هي أولويات المواطنين الكويتيين فقط وليست أولويات سياسية أو حزبية أو طائفية أو قبلية أو اقتصادية أيضا. فالمفترض اقتصاديا هو هذا الملف الأساسي، وطنيا بمعنى الحفاظ على الوحدة الوطنية، الحفاظ على المكتسبات الوطنية، بمعنى حماية الهوية الوطنية وأمور أخرى كثيرة، منها بشكل خاص كما يعني نلمسها كمواطنين كويتيين إصلاح البيئة التحتية في الكويت، الشوارع مثلا، تهيئة المدن السكانية، تطوير الاقتصاد، كل هذه الأمور في معية كلا السلطتين خلال هذه الفترة، أو على الأقل خلال ما نتوقع أن يكون تعاونا بناء ومثمرا بينهما. ولكن بعض الأحيان في بعض السياقات السياسية يغيب عن البعض هذه المسؤولية التاريخية والدستورية أخي الكريم، ربما مثلا لوجود إغراءات النقاشات المحتدة والأزمات والاحتقانات. مجلس الأمة أخي الكريم قاعة عبدالله السالمي ليست قاعة تصفية حسابات بين الأشخاص العاديين
ولا حتى أعضاء مجلس الأمة ولا بين السلطتين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكنها قاعة تمثل إرادة الأمة بشكل خاص وفقا لإرادة الإرادة الدستورية ووفقا أصلا للرغبة القيادية السياسية الكويتية. على مر العصور قيادتنا السياسية دائما تركز على هذا الأمر، الحفاظ على الوحدة الوطنية، بناء البلد، تطوير البلد، حماية أمن البلد خارجيا وداخليا. ولكن يحدث أحيانا أثناء بعض الممارسات البرلمانية أن يميل البعض عن نوع يعني يجنفون دعنا نقول نوعا ما يميلون نوعا ما عن مسؤولياتهم الدستورية. أنا شخصيا أكثر من مرة في أكثر من لقاء أخي الكريم في تلفزيون الكويت حول موضوع البرلمان ذكرت نقطة يعني دائما أحاول أن أسعى أن أتأكد من يعني مصداقيتها، منها أن أنا كعضو مجلس الأمة يعني وصلت انتخابات، من المفترض هذا المواطن الكويتي يجب أن تكون لديه آلية قانونية تسائلني وتراقبني مباشرة. أنا أروح كعضو مواطن أروح مجلس مثلا ديوانية أو مكتب عضو مجلس الأمة، ولكن ما هي الأداة القانونية البرلمانية التي سنها البرلمان الكويتي والتي تمكنني من محاسبة هذا العضو في المراقبة في التشريع، وكيف لي يعني مثلا أن أحاسبه، أنا حاسبه بالكلام مثلا لفظيا فقط، وما هو الذي سيرغم هذا العضو على الإنصات لي كمواطن كويتي؟ توجد في ديمقراطية مختلفة أخي الكريم كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يعني إذا غضب المواطنون الناخبون على عضو مجلس عضو الكونغرس لديهم آلية يعني دستورية تمكنهم من يعني جمع عدد من التوقيعات وإعادة الانتخاب في هذه أو في تلك الدائرة الانتخابية. مع الأسف هذا الأمر غير موجود مع طول هذه التجربة السياسية الديمقراطية الكويتية. إضافة إلى ذلك أعتقد أنه حريم بالأخوة في السلطة التشريعية والأخوات في السلطة التشريعية أن يبدأوا دائما يتذكروا أن أولوياتهم الأساسية هي أولويات المواطنين، أولويات المواطن الذي ذهب وصوت في يعني في صندوق الاقتراع وليست أولويات. أصبح أيضا القرار في فقاعة عبد الله السالم هو قرار شعبي. يمثل الشعب. نعم. إرادة الشعب. إذا نعم. أردنا أن يعني كيف نستطيع، هنا السؤال يعني كيف نستطيع دكتور خالد أن يكون القرار شعبيا ويمثلني أنا شخصيا. نعم. أنا المواطن الكويتي في قاعة عبد الله السالم ولا يتأثر بقوة اقتصادية على سبيل المثال أو قوة حزبية. نعم. وتوجد أخي الكريم كثير من الوسائل والآليات لإصلاح هذه الأمور، منها على سبيل المثال إصلاح عملية التمويل المالي. في الدول الديمقراطية يسأل عضو مجلس الأمة أو عضو الكونغرس أو المجلس عن مصادره المالية ومن الذي دعم مالية مثلا في أثناء فترة الانتخابات أو أثناء فترة الترشيح، فيجب أن تكون هذه الأمور شفافة واضحة، ويجب أن يكون هناك إجراءات قانونية تكشف مصادر التمويل المالي التي يتلقاها الإخوة والأخوات المرشحين، ليس بالطبع للتشكيك من بهدف التشكيك في ذممهم، ولكن يجب أن يكون الأمر شفافا. يجب علي كمواطن كويتي أن أعرف من هو يعني ما هو الدعم المالي أو الدعم على الأقل يعني السياسي أو هكذا الذي يتلقى عضو مجلس الأمة. فإذا وضحت الأمور بالنسبة لي وعرفت أن فلان مثلا يمثل توجها سياسيا معينا يكون لديه حرية الاختيار في التصويت له أو عدم التصويت له أو هكذا. فأعتقد الشفافية في مصادر التمويل. إضافة إلى ذلك أيضا بث الثقافة الديمقراطية الصحيحة في المجتمع. نعم. عبر مجلس الأمة نفسه، ومجلس الأمة كمصدر تشريعي ورقابي حري به أن يعني يطور النقاش الديمقراطي في البلد، يعقد دورات للمواطنين، يبث خطابا إيجابيا عاقلا، بدلا من مثلا أن أتصور في فكري كمواطن أن النقاش السياسي بين السلطتين هو فقط هواش وصراخ واستجواب. نعم. وكذا يعني. تفضل. اسمح لي دكتور خالد، معنا الاتصال انضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور عبد المحسن الشمري. دكتور عبد المحسن أهلا ومرحبا بك وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية وفي هذه الساعة. بداية العهد الجديد يعني بدأ بخطاب أميري يعني تفرد في محتواه وأيضا في وضوحه، إلى أي حد سيكون النطق السامي عنوانا لهذه المرحلة على مستوى الممارسة السياسية دكتور؟ أبي أتكلم معك عبر هذه المسألة. حقيقة الأمر أنا سمعت للخطاب وكررته مرتين وثلاث،
أمانة وجدت عهد جديد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانه الإصلاح والعمل الجاد لتصحيح المسار وتعزيز جهود السلطتين في خدمة الوطن والمواطن. صاحب السمو لما قال خطابه بدون شك ولا نشك في ولائه وانتمائه وحبه لهذا الوطن والشعب. لديه مسيرة مشرفة ومشرقة في خدمة الكويت، قدم خلالها أروع الأمثلة في العمل لمصلحة البلاد والعباد. النطق السامي، حقيقة الأمر النطق السامي اللي استمعنا فيه، سمعنا له في مجلس الأمة بعد أداء القسم القانوني، نطق عنوان للمرحلة المقبلة والشعب الكويتي يستبشر خير بقيادة الشيخ مشعل لتحقيق أماله لكي تستمر مسيرة البناء والتنمية من خلال جهد وعمل ونتائج واقعية يشعر بها المواطن دون النظر إلى بعض المصالح الشخصية. هذا اللي احنا نشوفه، صاحب السمو قريب من المواطنين، حريص عليهم، ونلتمس حرصه الشديد. طبعا نتمنى تغيير المشهد للأفضل على كافة المستويات، وهو ما يثبت صدر المواطن ويجعله يتطلع لمستقبل أفضل تستحق الكويت. لقد جاء النطق السامي للأمانة معبرا عما في قلوب الشعب، وندعو الله أن يعين سمو الأمير ويوفقه لقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وتحقيق أمال هذا الشعب الكريم. اليوم خلونا نعتبر من هذه النقطة، اليوم الكويت تخطو نحو عهد جديد، وأعتقد أن المرحلة المقبلة حسب النطق السامي ستشهد تغييرات جذرية وقوية قد تبدأ من يوم الأحد القادم والعلم لله في ملفات عدة تحقق آمال الكويتيين وما تستحق بلادنا في كافة المستويات. وطبعا على المستوى الشخصي أو من أنوب عنا، نقول لسمو الأمير سمعا وطاعة، وندعو الله أن يسدد خطاه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، فكلنا أمل بعهد جديد حقيقي تستحقه الكويت وشعبه على يدي سموه. شكرا لاستضافتكم دكتور. دكتور عبد المحسن ابقى معنا اذا سمحت، يعني لا شك ان محاربه الفساد وايضا ضروره العمل دكتور عبد المحسن يعني على تعزيز الشفافيه من المبادئ المهمه التي شدد عليها سموه رعاه الله. يعني دكتور عبد المحسن كيف تابعت ذلك ومن اصدائه في الشارع؟ انا الاحظ يعني في نقاط قوه ونقاط ارتكاز يعتمد عليها سموه لمحاربة هذه الآفة، سواء الفساد القانوني أو الفساد الإداري أو القرارات التي تم اتخاذها في السابق، ونحن نشد على إيده صراحة. لا يجب أن تتقاذف مقدرات هذا الوطن، سواء التيارات السياسية أو المصالح الشخصية التي تمثلها البعض في البلد. هذا رأيي. الدكتور عبد المحسن الشمري شكرا جزيلا لك. لا شك يعني دكتور خالد يعني هناك ايضا نقاط كثيره ومهمه في النطق السامي لسمو الامير الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. اذا ما تحدثنا عن ايضا العداله في توزيع الوظائف، وهو ايضا جانب مهم، يعني سمو الامير يولي اهتماما بالغا بالعداله في توزيع الوظائف، وهذا يعني ايضا اعتماد الكفاءه معيارا اساسيا. ما الإجراءات لتفعيل هذا التوجه؟ أعتقد أخي الكريم أن الخطاب السامي كما ذكرت مسبقا هو فعلا خطاب الرجل القوي الأمين الذي يدرك بالفعل يعني ما هي التحديات التي تواجه بلده وما هي المعوقات لإصلاح مسيرة أو مسار المشهد السياسي. فأعتقد أن تركيز الخطاب السامي أيضا على هذه المسألة، مسألة توزيع المناصب. توجد يعني يوجد مفهوم سياسي يتداول عادة في سياق هذه الأمور، يطلق عليه المحسوبية. بالمحسوبية الواسطة المحسوبية طبعا هي كأنها دعنا نقول مظلة يعني يتدلى تحتها كثير من الظواهر، المحاباة والشلالية والطبقية والقبلية والتنفيع وتبادل المغانم وهكذا. هذه الأمور بالطبع تتعارض مع المساواة بين المواطنين، وتتعارض مع العدالة بين المواطنين، وتتعارض أيضا مع الجهود التي يقوم بها شباب وشابات الكويت للنهوض ببلدهم، بمعنى أنه إذا وجد
جودة المحسوبية في أي بلد أخي الكريم تدمر داخليا، بمعنى أنك كمواطن كويتي يجب عليك أن يكون لك يعني خط مباشر تجاه مقومات تحقيق مقومات النجاح في بلدك، بمعنى يجب عليك كمواطن كويتي أن أتمكن من استثمار مقومات النجاح في بيئتي الكويتية بلا معوقات، بلا واسطة، بلا تدخل، بلا مثلا التنفيع. لا أريد أحد أن ينفعني، أريد فقط أنا ككفاءة كويتية يعني مثلا أريد أن أصل إلى ما يعني أستطيع أن أصل إليه وفق كفاءتي وخبرتي. فالمحسوبية بالطبع هي أحد علامات وإشارات وجود الفساد. حتى تفهم العملية دكتور، نعم. المحسوبية وأيضا الواسطة، نعم. يعني أنا أقدم خدمات لكن لا أضر الغير، بمعنى نعم. الوظائف يعني سمو الأمير أولى اهتماما بالغا بالعدالة في توزيع الوظائف، نعم. وهذا يعني اعتماد الكفاءة معيارا أساسيا. ما هو المطلوب من السلطة التنفيذية وأيضا السلطة التشريعية تحديدا؟ نعم. إجراءات لتفعيل هذا التوجه. أعتقد أنه يجب أن يمنع يعني أعضاء مجلس الأمة في الكويت من تقديم المعاملات مثلا لأعضاء السلطة التنفيذية، بمعنى أنه أعرف شخصية مثلا أنه يوجد يعني في بعض الأحيان أشخاص لديهم أيضا مكاتب في بيوتهم يتلقون فيها المعاملات المواطنين. هذه ليست دولة مؤسسات وقانون، لا يؤدي هذه الطريقة إلى تكريس مؤسسات يعني عفوا دولة المؤسسات والقانون. الواسطة يعني هي واسطة أمر اجتماعي، توسط مثلا في خطبة بنت أو كذا، أمور يعني اجتماعية يعني ولا يكون فيها إضرار للمواطنين الآخرين، نعم. يعني بمعنى أنك لا تستخدم سلطتك التشريعية والرقابية لتنفيع الآخرين، التيار السياسي أو قبيلة أو طائفة أو فئة، على حساب المواطنين الآخرين. المساواة في المجتمع ترتكز على قيم ومبادئ الدستور الكويتي، فإذا حس المواطن الكويتي أن الأمور تدور بشكل دستوري في الكويت، وبخاصة في التعيينات والمناصب، وأن الإنسان الكفاءة لن يعيقه شيء سواء انتمائه لتيار سياسي أو غير انتمائه وكذا، بمعنى كمواطن كويتي كمواطنة كويتية إذا أدركوا أن المساواة هي فعلا هي 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 دعنا نقول المفهوم المركزي في داخل الكويت، وبخاصة في يعني في السلطة التنفيذية وعلاقة مع السلطة التشريعية، فأعتقد أنه سوف يسعى لأن يكون مواطنا حقا، لأنه يعرف أن الأمور محكومة، بمعنى دعنا نقول يعني دولة المؤسسات والقانون تمشي على الإجراءات والقانون بحذافيره، وهذا ينفي أصلا وجود أي ظاهرة من ظواهر المحسوبية والتنفيع وتوزيع المغانم وأمور يعني سلبية لا تصب في مصلحة البلاد والعباد. لأنه أخي الكريم المحسوبية أيضا لها تأثير جيلي في المستقبل لسنوات قادمة لعقود قادمة، لا يجب علينا أن نقبل المحسوبية في الكويت كتحصيل حاصل خلاص، هذا الأمر يعني نقبله، لن نقبل هذا الأمر. نحن دولة دستورية ديمقراطية، لدينا قوانين ولدينا هدف استراتيجي تاريخي هو تأسيس دولة المؤسسات والقانون الحقيقية التي تستند على القانون وعلى العدالة وعلى المساواة بين المواطنين. ونتأمل أنه هذه الأمور، هذه المفاهيم الإيجابية تنبع من السلطة التشريعية، بدلا مثلا ان تتحول السلطه التشريعيه الى قاعه مثلا او مكان لتبادل المصالح التيارات السياسيه على حسابي انا كمواطن كويتي الذي لا اتبع لا تيار سياسي ولا فكري، مواطن كويتي كبقيه المواطنين الكويتيين، يعني لم اصوت للتيار السياسي الفلاني ولكن صوت للمواطن الفلاني انه يمثلني ويعني في المجلس الامه ويمثل مصالحي واولوياتي. ولكن هذا اعتقد انه سوف ياتي مع الوقت، يعني إذا فعلا بدأت السلطة التنفيذية بشكل خاص. يعني ما هو المطلوب من الحكومة؟ مطلوب من الحكومة أن تكون موفية تماما بمسؤولياتها القانونية والدستورية بحذافيرها، أن تطبق الحوكمة، أن تطبق قيم ومبادئ الجودة في العمل الحكومي بخاصة العمل الإداري. فإذا رأت السلطة التشريعية أن هذه الحكومة تلتزم ولا تميل لا يمينة ولا يمنة ولا يسارا عن تطبيق القانون واحترام قيم المبادئ قيم المساواة والعدالة، فأعتقد أن هذا الأمر سوف يؤثر إيجابا أيضا على مجلس الأمة،
فتختفي مسألة نائب الخدمات مثلا وأمور سلبية مثلا. كنا نأمل أنه مع مسيرة عقود من الديمقراطية تخلصنا من هذه الأمور. فأعتقد أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون هي القدوة للسلطة التشريعية بداية، والقدوة للمواطنين أنفسهم بالالتزام بالقانون وبتكريس المساواة والعدالة وتطبيق الإجراءات الحكومية بحذافيرها بحذافيرها. لأنك أخي الكريم أنت سلطة تنفيذية أو حكومة، أنت مسؤول عن إدارة هذا البلد، فيجب عليك أن تلتزم دستوريا، تلتزم قانونيا، تلتزم بإجراءاتك، تلتزم بالقيم ومبادئ الجودة، الحوكمة، الأمور التي تحسن الإدارة الحكومية. فإذا أنت بدأ يعني استمرت في هذا الأمر، أنا كمواطن كويتي السلطة التشريعية يعني لا نعتقد أنك مثلا ستميل عن هذه البوصلة كسلطة تنفيذية، ولكن أيضا السلطة التنفيذية تتحمل الشيء الكثير. نعم بالطبع السلطة التنفيذية لأن هي فعلا دعنا نقول هي التي تحكم البلد مخولة من قبل سمو الأمير حفظه الله، والسلطة التشريعية هي تتغير في آن أو في آخر، ولكن أعتقد أن التعويل أكثر على السلطة التنفيذية. يجب أن يكون يعني فيها أعضاء وزراء فعلا مو أوتوكرات، ولكن يدركون فعلا وقولا ما هي مسؤولياتهم. أنت مسؤوليتك أنت موظف حكومي، ولكن لك سمة وزير أو لك سمة مدير أو لك سمة وكيل أو هكذا. أنت مسؤول أمام القانون، أنت مسؤول أمام الدستور، أنت مسؤول أمام الأمة، أنت مسؤول أمام الأمير للإيفاء بمتطلبات تطوير البلد، التنمية وهكذا. فأعتقد أنه إذا رأينا سلطة تنفيذية أو حكومة تدرك تماما ما هي واجباتها تجاه البلد، ما هي القيم والمبادئ القانونية الدستورية التي يجب أن تطبق، ما هي مظاهر الفساد التي يجب أن تكافح مكافحة جادة، ما هي نوع المحاسبة التي يجب أن تنفذ بشكل جاد، ما هي الأمور والترتيبات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها للتخفيف مثلا من معوقات التطور في الكويت اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا. توجد مظاهر كثيرة أخي الكريم من دعنا نقول الخلل والمعوقات في كثير من الملفات، وبخاصة مثلا دعنا نقول في مثل ملف التعليم. يعني كأديم سابق في يعني أتوقع أنه يجب علينا أيضا أن نحرص في خاصة في الحكومة أن 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 أن, أن نطور هذا الملف. مثلا أن نكافح تزوير الشهادات على سبيل المثال، أن نكافح تزوير المؤهلات، أن نعطي الإنسان الكويتي المؤهل علميا وفنيا ما يستحقه، وهذا بالطبع يأتي عبر تطبيق مبدأ المساواة، عبر تطبيق مبدأ دعنا نقول الحكومة الرشيدة. نعم. نرغب أن نرى حكومة رشيدة فعلا على أرض الواقع. سنجاوب على كل الأسئلة اللي طرحتها دكتور خالد، لكن هناك أيضا ملف مهم جدا وهو الوجه الاقتصادي دكتور. نعم. يعني إذا انتقلنا إلى الوجه الاقتصادي من يعني مشروع الإصلاح وأيضا تصحيح المسار، يعني الواحد يقول ما هي تطلعاتي في هذا الباب؟ أعتقد أن أخي الكريم أنه في سياق أو موضوع التطور الاقتصادي يجب علينا ككويتيين وكحكومة وكمجلس أن ندرك أن أشقاؤنا المجاورين في الخليج بدأوا فعلا في مسيرة تطوير اقتصادي يعني يشهد لها بالإيجابية. في الكويت دعنا نقول لا تزال بيئة الأعمال مثلا يعيقها كثير من القوانين المقيدة. السبب دكتور؟ أعتقد هو الأمر يرجع إلى تركة بيروقراطية كان يجب علينا أن نتخلص منها منذ سنوات، بمعنى المعوقات الروتينية البيروقراطية الإدارية التي تعوق مثلا جلب الاستثمارات الخارجية، التي تعوق أيضا دعنا نقول مساهمة القطاع الخاص بشكل إيجابي. القطاع الخاص يعني يتمنى أعتقد الأخوة والأخوات في القطاع الخاص أن يساهموا في تنمية البلد، ولكنهم يريدون أن يروا بيئة داعمة لهم تشجيعية فيها قليل من المعوقات الإدارية والقانونية. يجب عليهم أيضا أن يعني يتمكنوا من تأهيل الشباب الكويتي. أنت عندك يعني مئات الآلاف من الشباب والشابات الكويتيين الذين ينتظرون أن يتم تأهيلهم فنيا وتدريبهم للولوج للقطاع الخاص في المستقبل
الأخ الكريم، يعني التوجه الاقتصادي العالمي هو نحو القطاع الخاص، نحو الطاقة البديلة، نحو يعني أمور ودعنا نقول قضايا اقتصادية يعني مع الأسف لم ندركها لحد الآن. نشهد تطورا إيجابيا في دول الخليج الشقيقة، الفتح الاقتصاد للاستثمار الخارجي بلا معوقات كما يحدث في الإمارات العربية الشقيقة، كما يحدث في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما يحدث في البحرين، يعني كما يحدث في كل دول الخليج. فأعتقد أننا يجب علينا أن نسعى قدر ما نستطيع أن ننوع مداخل البلد، بمعنى موارد البلد، المدخول القومي، بدلا من الاعتماد الكامل فقط على يعني قوة النفط أو مصدر النفط، يجب أن نوجد موارد يعني مالية. يعني الكويت هي أساسا كنا نأمل أن تكون مركزا ماليا، أين الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا السياق؟ يعني نسمع هذا الأمر منذ يعني سنوات إن سوف تتحول الكويت إلى يعني مقر إقليمي مالي، أين الإجراءات على أرض الواقع؟ كنا نأمل أيضا ونقرأ في مثلا الوثائق التي نشرتها الحكومة، وثيقة الإصلاح وهكذا الوثائق السابقة أنه أو البرامج الحكومية السابقة أن الكويت سوف تصبح جالبة للاستثمارات الخارجية. الاستثمار الخارجي أو المال الخارجي أخي الكريم هو مال يعني ليس شجاعا جدا، بمعنى أنك إذا كمال خارجي أو استثمار خارجي إذا رأيت بيئة غير مرحبة بك، فيها كثير من المعوقات القانونية، فيها تهديد مباشر لمصادر ثروتك كمستثمر خارجي، يعني لن تأتي لهذه البيئة. ولكن إذا رأيت أنه توجد بيئة اقتصادية مشجعة لك، مؤيدة لك، خفيفة المعوقات، ليس فيها كثير من المعوقات الإدارية، سوف تأتي بسرعة إلى أن تستثمر أو مالك في الكويت. الحديث يطول دكتور خالد عن تحديدا الجانب الاقتصادي، ولكن نتوقف مع هذا التقرير. كثيرا مشاهدينا ما تأخذ السياسات على الصعيد الداخلي المحلي انعطافات تختلف درجاتها من مرحلة إلى أخرى، لكن سياسة الكويت الخارجية تبدو مستقرة وأيضا ثابتة وممتدة عبر التاريخ. سمو أمير البلاد أشار إلى ذلك في النطق السامي، وأكد استمرار الكويت في التزاماتها الإقليمية وأيضا العربية والدولية. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه التغطيه، وينضم الينا المحلل السياسي الاستاذ وليد الاحمد. استاذ وليد اهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا من خلال هذه التغطيه. لا شك ان كما ذكر التقرير يعني هناك سياسات ايضا ملفات سياسيه خارجيه اتت بالنطق السامي لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. بدايه ملفات السياسه الخارجيه منها ما يهم الجوار، وأيضا منها ما يتشعب في دروب العلاقات الدولية. نبدأ من الجوار، يعني أي القضايا تراها ذات أولوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك يعني كلمة سمو الأمير الشيخ مشعل كانت واضحة وجلية للجميع، ورسمت حتى خارطة طريق الكويت يعني محليا ودوليا، وبين التوجه العام للبلد إلى أين يتجه. إذا تكلمنا عن دول الجوار، لا شك أن يعني أول منطلق أي دولة تريد أن يعني تعزز من أمنها واستقرارها لا شك أنها تلجأ إلى دول الجوار. دول الجوار مجلس التعاون لا شك أن ركيزة أساسية علاقتنا معهم، وبالتالي أنهم يشاركوننا بالقضايا. يعني البعض يمكن ينظر إلى يقول مجلس التعاون دوره ضعف دوره قل، هذا الكلام غير صحيح. الأزمات أثبتت ذلك، الغزو العراقي على سبيل المثال. فهني يعني يوم نتجه إلى دول الجوار معناته اتجهنا إلى الأمن الداخلي، يعني الأمن الخليجي، وأيضا يعني من أمن الجميع. عندما نتحدث عن دول الجوار أيضا هذا يشمل عدة دول، إيران وغير إيران من الدول المحيطة بنا. لا شك أن يعني العلاقات الكويتية أصلا يعني منذ سنوات طويلة وهي يعني تمسك العصا من النص، وبالتالي ما عندها مشكلة مع دول الجوار. تسير سير القطار باتجاه يعني العلاقات المشتركة بين الدول المعنية. لذلك أنا أرى أن الفترة القادمة سيكون هناك تعزيز العلاقات أكثر. يعني كثير من المشاريع والرؤى متوقفة بيننا وبين حتى دول الجوار. الآن بالتوجه الجديد والمسار الجديد بتصوري سيتم تحريكها. يعني هناك أتصور مشاريع اقتصادية كثيرة
بسبب يعني الوضع السياسي وبسبب تأخرت وكثير المشاريع توقفت، مو بس فقط تأخرت. الآن تأتيك المسؤول الأمير لتبين المرحلة القادمة للبلد، المرحلة القادمة الانفتاح. خلاص تعبنا من مشاريع توقف، تعبنا من مشاريع تتعطل، تعبنا من توقف، كنا لؤلؤة الخليج. الآن نريد أن نعود إلى هذا المكان، إلى هذا المنصب وأكثر، وبالتالي دول الجوار لا شك أن إذا أردت أن تطلق العالم جيرانك لازم تعزز بينهم العلاقات الاقتصادية السياسية الاجتماعية الروابط، ولا شك أن إذا تكلمنا عن كيفية تعزيز العلاقات سنتحدث طويلا. دكتور خالد الجنفاوي، يعني في أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة يذكر سموه رعاه الله دول الجوار، يعني وهذا يؤكد على أهمية دول الجوار لدولة الكويت. بالطبع أعتقد أنه من الاستراتيجيات الأساسية في العهد الجديد هو تقوية العلاقات كما ذكر الزميل الفاضل مع دول الخليج، لأننا ننتمي لهذا البريث الخليجي. إضافة إلى ذلك أعتقد أنه سوف نشهد في الفترة القادمة حرصا أكثر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة الإقليمية، فأعتقد أنه هذه الأمور، هذه الريادة الكويتية في تكريس علاقات بناءة وإيجابية مع دول المنطقة وبخاصة جيراننا جغرافيا، هي سوف تؤدي أيضا إلى تطوير اقتصادنا الوطني ككويتيين، وأيضا سوف نساهم أيضا في تطوير اقتصاديات الإقليمية. فأعتقد أن الكويت هي تاريخيا عرف عنها ميلها إلى السلم وموالفة الآخرين ويعني المحبة الآخرين والجيران والتعاون البناء مع الجيران، خاصة مثلا في إيران أو في دول الخليج العربي أو في الدول الموجودة في إقليم الشرق الأوسط. فهي لدينا استراتيجية دبلوماسية سياسية صار لها يعني دعنا نقول عقود، يعني ترتكز على التعاون البناء. فأعتقد أننا سوف نشهد كثيرا من الحرص من القيادة السياسية تجاه هذا الموضوع، سواء عن طريق مثلا فتح المجال للاستثمارات الاقتصادية المشتركة، المشاركة في مشاريع تنموية مشتركة، تسهيل دعنا نقول عملية الاتحاد الجمركي. مثلا حاليا يوجد طبقنا خليجيا الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، ولكن نأمل أن يمتد هذا أيضا إلى دول مجاورة حتى تسهل عملية تنقل البضائع بين الدول، وبخاصة في سياق التجارة البينية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصادات النامية في هذه المنطقة. لا شك أيضا هناك أبرز الملفات التي سيعمل عليها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هي الحفاظ على العلاقة المستمرة مع الشقيق المملكة العربية السعودية. ما أهمية المملكة إذا سألنا دكتور خالد كعمق استراتيجي لدولة الكويت؟ هو بالطبع يعني لا أعتقد أنني يعني توجد كلمات يعني يمكن يستخدمها الإنسان لتعكس هذه العلاقة المتينة والحميمة بين الدولتين المملكة العربية السعودية الشقيقة والكويت. فبالإضافة إلى تقاربنا يعني ثقافيا وعرقيا ودينيا في كثير من الأمور، يعني متشاركين في كثير من الأمور، أعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال هي الشقيقة الكبرى، يعني والكويت هي أيضا الشقيقة يعني لهذه المملكة، ويوجد لدينا توالف أخ الكريم نفسي وثقافي يعني يندر أن يوجد في أيضا في سياقات إقليمية أخرى، بمعنى أنه نشارك مع أخواننا في السعودية الشقيقة يعني دعنا نقول الثقافة العربية التقليدية الواحدة، منابعنا دعنا نقول منابع كثير من الكويتيين العرقية أتت من شبه الجزيرة العربية، يوجد إرث تاريخي متأصل في الوجدان السعودي والوجدان الكويتي حول هذه العلاقة شديدة الخصوصية. فأعتقد أن القيادة السياسية حرصت وبينت حرصها على تقوية هذه العلاقة وتأطيرها أيضا وتأصيلها، ما يعكس بالطبع أخي الكريم ما يتأمل المواطن الكويتي من تقوية العلاقات المتينة مع دولة شقيقة، يعني دولة بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين نعتبرهم يعني جزء من يعني أعضاء من نفس الأسرة الكويتية السعودية. فأتمنى شخصيا أن يعني
تتجلى في الفترة القادمة شراكات اقتصادية أكثر مع المملكة العربية السعودية، تطوير تنموي مشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضا على حتى على الجانب في الجوانب الاجتماعية والثقافية. أستاذ وليد، ما أهمية المملكة كعمق استراتيجي لدولة الكويت؟ إذا ما تحدثنا من أبرز الملفات التي سيعمل عليها سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. يعني على السريع، إذا تكلمنا عن العمق الاستراتيجي بين الدولتين، لا شك أنه يعني تاريخيا يعني لا ننسى أن السعودية لجأت إلى الكويت، والكويت كانت حماية لها، ومن ثم عندما عادت من السياسة إلى الغزو ما حصل أيضا لجأنا السعودية، والسعودية يعني أدت الواجب وأكثر. فهذا يبين لك على العمق الاستراتيجي، يعني لا بد من تعزيز هذا التوجه. يعني لازم نتذكر كلمة الملك فهد الخالد الله يرحمه عندما قال أما تبقى الكويت أو تروح الكويت السعودية أيام الغزو، هذا شدل، هذه بروحها كلمة استراتيجية تعبر عن اللحمة والوحدة الوطنية والخليجية ما بين الكويت والسعودية. ولا شك أن يعني كثير من الملفات، يعني الآن مثلا حقل الدرة عليه كلام، انظر إلى التوجه، توجه واحد كويت السعودي تجاه هذا الحقل. أيضا عدة يعني المشاريع الآن، في مشروع قريب إن شاء الله سينطلق كما سمعنا اللي هو مشروع القطار سيكون بين الدولتين. هذه المشاريع لا شك أنها تعزز من الأمن، تعزز من روح حتى الناحية الاجتماعية، زيارات أهل الكويت والسعودية، يعني مجموعة واحدة جماعة وأهل، فالزيارات تتبادل. وأنا أتمنى أيضا من خلال يعني الانطلاق القادمة أن يكون هناك سوق مشتركة كويتية سعودية، زيارات متبادلة، فتح أكثر للمعالم السياحية أكثر. وأتصور يعني من خلال هذا القطار اللي يعني مقترح، أو حتى من خلال الطيران إذا تأخر المشروع، أتمنى لا يتأخر، أن الأمور تسير باتجاه تعزيز علاقات يعني سياحيا اقتصاديا اجتماعيا. ليش؟ لأن يعني أي مخاطر، يعني أي خطر تتعرض السعودية تأكد أنه يتعرض للكويت، والعكس صحيح، وهذا ما ينجر أيضا على المنظومة الخليجية ككل. أي أذى دولة من الدول معناته أذى للجميع، وبالتالي هذا يؤكد ويعزز أن العلاقات الكويتية السعودية إذا ترسخت أكثر وأكثر سيكون هذا أمن للمنظومة الخليجية كلها. لا شك أن يعني الشقيقة الكبرى كما نسميها السعودية يعني لها مواقف كبيرة، وساندت العديد من قضايانا ووقفت معنا، والعكس صحيح، الكويت أيضا أيدت كثير من قضايا. يعني هذا العمل أو المجال السياسي لا توجد فيه مجاملات، هي مواقف، مواقف ثابتة تمتد منذ القدم. لذلك يعني أتمنى أن تتطور أكثر هذه العلاقات لتكون ممارسة عملية ملموسة من خلال السوق المشتركة، من خلال وسائل التواصل، من خلال القطار المنتظر سيكون يمر بين الدولتين، من خلال عدة وسائل نتمنى تعزيز مثل هذه العلاقات. لا شك أيضا ذكر يعني أستاذ وليد الأحمد يعني جانب مهم بالتبادل أيضا الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا تسريع المشاريع. دكتور خالد، يعني سمو الأمير ملتزم بدعم وحدة دول الخليج العربية، يعني هل تتوقع تسريع مشاريع الوحدة في المستقبل القريب؟ بالطبع أعتقد أنه سوف يعني نشهد حرصا القيادة السياسية في الكويت في هذا السياق، في سياق تقوية الوحدة دعنا نقول الخليجية. طبعا هو الهدف، احد الاهداف الرئيسيه في استراتيجيه مجلس التعاون الخليجي الاقتصادي بلا شك. يعني نعم بالطبع، هو طبعا عاده في السياقات التاريخيه الحاليه اذا اتحدت الدول اقليميه اقتصاديا فسوف يعود هذا الامر بالنفع الى مواطنيها، يعني مواطني المنطقه. فنتمنى ان نرى يعني، وسوف نشهد اعتقد انه حرصا خاصا من قبل صاحب السمو امير البلاد على تقويه هذه العلاقه مع البيت الخليجي كما ذكر زميلي الفاضل في الأمور الاقتصادية، وأيضا في الأمور الاجتماعية، وأيضا في دعنا نقول في ما هو مؤتمل أن يتم ويتحقق كما ذكر أيضا زميل الفاضل القطار الخليجي. فنتمنى أن يعني يتم البدء أو الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يعني
يعني يعتقد أنه سوف تبدأ مراحل الأساسية في 2024، ولكن نتمنى أن يتم الإسراع في تنفيذه بما فيه من مصلحة لكلا البلدين، الكويت والسعودية بشكل خاص، وأيضا دول الخليج بمجلس التعاون الخليجي. أعتقد أننا سوف نشهد في العهد الجديد قربا أكثر لدول مجلس التعاون الخليجي، توحد أكثر معها على جميع الأصعدة، لأنه أخي الكريم دول الخليج بغض النظر عن ما حدث في السابق ويحدث في خلافات بسيطة، ولكن تبقى هناك استراتيجية أمنية خليجية موحدة. شهدنا قبل فترة تأسيس القيادة العسكرية الخليجية بدلا كبديل لقوات درع الجزيرة، فأعتقد أنه لاحقا سوف نشهد أيضا توحدا أكثر. يعني لدينا حاليا إنجازات كثيرة، منها كما ذكر الأخ الزميل أيضا الاتحاد الجمركي، القيادة العسكرية الخليجية المشتركة، فكل الأمور والإشارات والعلامات تدل على أننا يعني نسير نحو ما نتأمل أن يكون على أرض الواقع، حقيقة على أرض الواقع، وهو الاتحاد الكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك بالإضافة إلى تعزيز العلاقات يعني مع الحلفاء التقليديين، يتطلع سمو الأمير حفظه الله ورعاه أيضا إلى توسيعات أو توسيع علاقات الكويت مع الصين، لا سيما يعني بعد أدوارها الكبيرة في المنطقة. عندما نتحدث عن الصين، أتذكر ونحن في جامعة الكويت بالثمانينات عندما دكتورنا كان عنده كتاب الله يرحمه كان بهبهاني يتحدث كتاب عن الصين، يقول الصين هذه الدولة المنسية في خريطة العالم العربي، وكان يصر أن الصين الغول الاقتصادي القادم. هذا الكلام الثمانينات، الآن فعلا الآن من يتسيد الاقتصاد؟ الصين. فاتجاه الكويت، على فكرة الكويت أول دولة خليجية اتجهت إلى الصين وعملت معها معاهدات واتفاقيات يوم الشيخ الله يرحمه صباح الأحمد. عندما اتجه إلى الصين، ويعني العلاقات الكويتية مع الولايات المتحدة قديمة ومتجذرة مثل ما يقولون، ولكن من فتح الباب إلى الصين؟ صباح الأحمد الرحمة، تم فتح الباب، وبالتالي دول الخليج فيما بعد تبعت سياسة الكويت، لقينا أعمال واتفاقيات وصارت زيارات. فالصين الآن يعني هي معركتها مع أمريكا على الاقتصاد، وعندما تسير السياسة الكويتية باتزان، كيف تعمل اتفاقيات مع جميع الدول، الكويت ما عندها مشاكل. ولكن نلاحظ أن في الآونة الأخيرة الكويت قامت تعزز استثماراتها، اتفاقياتها، مشاريعها مع الصين، لأن مثل ما قلنا الصين الآن الغول الاقتصادي القادم يجب أن نركز عليه. إضافة إلى ذلك أيضا حتى من ناحية السلع، إذا لاحظنا الصين الآن حتى أسعارها منافسة العديد من سلع دول العالم المنتجة، سواء الصناعة، سواء الزراعة، سواء الصناعة التقليدية. فلذلك التوجه القادم بتصوري أنه سيكون أكثر إلى الصين، لأن الآن تركيز دول العالم وإلى الصين من أجل عقد اتفاقيات كثير من المشاريع. الآن الكويت حضرتها وعملتها، ستقوم بها الصين، ستقوم بهذه المشاريع، وهذا ما يؤكد صحة توجه السياسة الكويتية. عندما تتجه إلى مثل هذه الدول القوية اقتصاديا والمقبلة على طفرة كبيرة بالاقتصاد وبالأسعار وبالمنتجات، الآن الصين لديهم منتجات من يعني منتجات تقليدية درجة أولى ثانية ثالثة أصلية، فعدة يعني منتجات تتعلق بجميع يعني المراحل الإنتاج. وبالتالي هذا يؤكد أن الكويت ستعزز مرة أخرى من علاقات المشتركة مع الصين وتعزز من اتفاقياتها. في ظل هذا التعزيز دكتور خالد الجنفاوي، أيضا توسيع علاقات الكويت مع الصين، يعني كيف تقرأ هذا التوجه سياسيا؟ أعتقد أنه توجه يستشف ما يحدث من تغيرات اقتصادية في الإقليم وفي العالم، وتغييرات سياسية أيضا، وتغييرات سياسية بالطبع. كما ذكر زميلي الفاضل، الصين تمثل يعني دعنا نقول المنافس التجاري للدول الغربية بشكل عام، وتقدم الصين أيضا دعنا نقول مشاريع وآليات يحتاجها الإقليم بشكل خاص الشرق الأوسط. فأعتقد أن السوق الصينية هي السوق العالمية القادمة.
وبخاصة يعني أعتقد أنه في مرور قبل يعني انتهاء عام 2030 سوف تصبح القوة الصينية الاقتصادية هي الطاغية دعنا نقول في الإقليم الشرق الأوسط، وبسبب ذلك بسبب تنافسيتها في الأمور الفنية واستثمار الموارد الطبيعية وعلاقاتها الاقتصادية دعنا نقول المنفعية الفنية المباشرة، بمعنى أن الصينيين يعرف عنهم أنهم لا يغلفون علاقاتهم الاقتصادية أو تبادلهم الاقتصادي مع الدول مثلا النامية أو دول العالم الثالث أو في أفريقيا بأيديولوجيات أو أهداف سياسية كما يحدث من لدن مثلا القوى عالمية أخرى. فالصينيين يهتمون أكثر بالتجارة والتبادل السلع والتجارة البينية بشكل خاص، وأيضا يهتمون بتطوير استثماراتهم في إقليم الشرق الأوسط لأنهم يقدرون فعلا مكانة أو الموقع الاستراتيجي لدولة مثل دولة الكويت وأيضا لموقع الشرق الأوسط، فهم لهم نظرات يعني دعنا نقول استراتيجية مشروع الضخم طريق الحرير وأيضا توجد كثير من الأمور تم التوافق معها مع الصين سواء من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة أو مع الإمارات أو وحاليا مع دولة الكويت. فأعتقد أن السوق الخليجية نفسها بدأت تجذب دعنا نقول الاستثمارات الاقتصادية الصينية ليس كمنافس يعني للشريك الاقتصادي التقليدي اللي هم الغربيين بشكل عام والدول الأوروبية بشكل خاص، ولكن أعتقد أنه فقط هذه الأمور سوف تثمر إنعاشا للاقتصادات الخليجية بشكل خاص، وبخاصة أن دول الخليج تتمتع يعني وتملك موارد ومصادر ثروات طبيعية تنظر لها الصين يعني يعني بدأنا نقول بشوق يعني لاستثمارها، لأنها هي فعلا الصين أصبحت من أقوى الاقتصاديات الصناعية والتكنولوجية في العالم. لا شك أيضا هناك سموه رعاه الله حضر أيضا توقيع بروتوكولات أستاذ وليد وأيضا اتفاقيات خلال زيارته إلى الصين في سبتمبر الماضي، يعني ما القيمة الاقتصادية التي ستجنيها الكويت من ذلك بشكل سريع؟ القيمة الاقتصادية لا شك أنها ستكون كبيرة جدا. الاتفاقية يعني شوف أنا أذكر لك مثال على جودة الصناعة، يعني عندما نتحدث الآن اتفاقيات سمو الأمير اللي عقدها لأن أصبحت جودة. أتذكر من ضمن وفد إعلامي ذهبنا إلى الصين وجلسنا مع وزير التجارة، وأنا وقتها كان الحوار مفتوح وانتقدت الصين، فقلت له من نظرة دول الخليج إلى البضاعة الصينية أنها ضعيفة المستوى ورخيصة وما تدوم. فابتسم الوزير فقال لي ايش رايك بتلفونك اللي معاك زين ولا مو زين؟ قلت له ممتاز. قال ممكن تشوف صناعته؟ فاخرجت التلفون ولا صنع في الصين. فهذا يبين لك بالمختصر ان الصين الان يعني لديه العديد من الصناعات، الان دخل على الصناعات الثقيله، لا يعني في السابق كان يكتفي بالتقليد، ولكن بما ان دخل بالانتاج وبالجوده لا شك أن يعني كانت الاتفاقيات اللي وقعها سمو الأمير مع الصين هي مشاريع دولة، ليست يعني مشاريع صغيرة أم لا مشاريع، وبعدين هي صفقات أصلا الصين تدخل من ضمن رؤية الكويت 2035 و2040 وستتولى العديد من المشاريع المحلية. هذا لا شك أيضا يعزز حتى الاستثمارات النفطية، الكويت أيضا تصدر نفط إلى الصين يعني كميات هائلة، فهذا يبين أن التبادل ما بين الدولتين قائم وسيترسخ خلال المرحلة المقبلة. دكتور خالد جفاوي، يعني لا شك أن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل حفظه الله ورعاه زار الصين وعندما كان وليا للعهد يعني، وأيضا حضر ونيابة عن الأمير حضر بروتوكولات وأيضا اتفاقيات تم التوقيع عليها، يعني ما هي القيمة الاقتصادية للكويت من هذه الاتفاقيات؟ أعتقد أنها ستؤدي بشكل مباشر بالطبع إلى تطوير الاقتصاد الكويتي، وأيضا سوف أيضا تساهم في تنشيط القطاع الخاص بالكويت، وبخاصة أن الصين يعني إذا أتت إلى بلد مثلا حاليا كما يحدث في أفريقيا هي تأتي ليس فقط بمشاريع اقتصادية ولكن مشاريع تنموية شاملة. فأعتقد أن دخول الصين في السوق الكويتية أو تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين سوف يثمر ويؤدي إلى تطوير اقتصادنا الكويتي المحلي، وأيضا سوف يسهم في دعنا نقول تطوير القطاع الخاص بالكويت، لأن الصين يعني تأتي كقوة سياسية
واستراتيجية واقتصادية، وتنهض معها يعني جميع الاقتصادات التي تتشارك فيها، بخاصة مثلا في دول الخليج. حاليا تنظر الصين لمنطقة الخليج العربي كسوق واعدة، سوق اقتصادية واعدة، وذلك بسبب بالطبع الاستقرار السياسي في دول الخليج، وبخاصة في الكويت أن لدينا استقرار سياسي، ولدينا أيضا وضوح قانوني تجاه الاستثمارات الخارجية، بمعنى أنها تمثل الكويت بيئة دعنا نقول مشجعة للاستثمار الصيني. فأعتقد أننا سوف نشهد تطورا ملاحظا في هذا السياق في خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. كيف نستطيع يعني دكتور خالد الموازنة أيضا بين الاقتصاديات الكبرى مع الدول الكبرى؟ تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين. وأعتقد أخي الكريم أيضا يجب علينا أن ندرك أنه الطرح التقليدي للاقتصاد العالمي تغير في هذه الفترة، بمعنى أنه ما نشهده حاليا في العالم هو تغيرات قطبية في أقطاب العالم، القوى العسكرية والأمنية يعني بسبب النزاعات الغربية الروسية الصينية وهكذا، ولكن أعتقد أن الدول الأوروبية وأمريكا مثلا على سبيل المثال تنظر إلى عملية التطوير الاقتصادي ربما من وجهة نظر يعني اقتصادية وأيضا سياسية، يعني بمعنى ينظرون إلى الصين كمنافس لهم. ولكن خلال الشهور القليلة الأخيرة يعني يقرأ الإنسان ويشاهد أيضا أن هناك بدأ تعاون كثير بين أمريكا نفسها اللي هي تعتبر الصين كمنافس اقتصادي مع الصين، بمعنى أن الصين أصبحت على ما يبدو تملك هوية عالمية. نعم. كل الناس كل الناس يرغبون فيها. الأوروبيون بشكل خاص يرغبون في الصين، لأن الصين توفر لهم كما ذكر زميلي سلع يعني أرخص، جودة أفضل، أيضا قوة في التسليم، سرعة في انتقال البضائع. فالصين هي فعلا سوق واعدة، ولا أعتقد أنها ستواجه أزمة كبيرة، بسبب أنه ما نعرفه عن الصينيين أنهم هادئون سياسيا، يعني لا يحبون التدخل في السياسات الداخلية للدول، ولكن أكثر ما يهتمون فيه الجوانب الاقتصادية والفنية، وبخاصة إذا أدركوا أنه هذه أو تلك الدولة تملك مصادر ثروات طبيعية يمكن أن يستفيدوا فيها في تطوير اقتصادهم وما تحتاج مصانعهم وهكذا. فأعتقد أن التعاون مع الصين اقتصاديا هو تعاون بحت اقتصادي، ولا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له يعني أمور أخرى، لا علاقة له بالأمور الفنية الفاعلة، وهذا بالطبع ما يمثل أمرا مشجعا بالنسبة حتى للأوروبيين، يعني النظر إلى الصين والعلاقة معها، لأن الصين دائما تجدهم على غالب الوقت محايدين، لا يريدون التدخل، معروفين بالهدوء والتأني والتريث، ويركزون أكثر على الجوانب الاقتصادية، ولا يقلقهم ما ربما ما يقلق روسيا أو ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية يعني عالميا. دكتور وليد، إذا تكلمنا طبعا عن الصين، لا زلنا في محور الصين أم في دول العالم؟ بالنسبة إذا تكلمنا عن الكويت والولايات المتحدة والصفقات التي تعقد ما بينهم، لا شك أن الآن بتصوري سيتم التركيز عليها بصورة أكبر، لأن العالم أصبح قرية واحدة. الآن إذا أردت أن تأخذ سلعة بإمكانك أن تأخذها عن طريق الأونلاين وأنت قاعد، تطلب من الصين، تطلب من أمريكا، تطلب من كذا، فالتبادل التجارة صار أسهل وأريح من السابق. يعني في السابق جمارك لا زالت، ولكن عندما تطلب السلع ما بين هذه الدول، والكويت تكون يعني من ضمن الدول التي تركز على التعامل الاقتصادي مع هذه الدول، لا شك أنه سيكون هناك سوق غير ظاهرة ما بين سوق خليجية أو عفوا سوق دولية ما بين دول العالم من خلال التبادل. الصين والكويت بتصوري يعني ستكون هناك مشاريع ضخمة أيضا، يعني عندنا مثل الجزر التسعة، أيضا الصين مقبلة على أنها تمسك العديد من المشاريع مثل ما تفضل. ميناء مبارك عندنا أيضا، هذا ميناء ضخم جدا، إذا ما مثل ما تكلم الدكتور فاضل جنفاوي عن طريق الحرير، أيضا هناك يعني عدة مشاريع الآن تعمل مع الصين. يعني الكثير من المشاريع تقوم بها مثلا تدخل فيها تركيا، تدخل فيها الولايات المتحدة، أيضا تشاركهم الصين، والصين أنا أتصور بأنها سيكون لها كما يقولون الكعكة الأكبر الآن، لأن دول العالم الآن تتجه للصين من حيث جودة التصنيع. الآن شوف على
الحروب الدائرة ما بين أمريكا والصين على المنتجات وعلى الجمارك وعقوبات اقتصادية، لكن تسير الصين كأنما ما فيها شيء، مثل ما تفضل الدكتور فعلا يعني تمشي الصين بسياسة هادئة بعيدة عن المواجهة. يمكن الولايات المتحدة دائما ما تستثير الصين وأنها تهدد سنرفع الأسعار ونقاطع ونطبق العقوبات الاقتصادية، الصين تسير بنفس المسار. أيضا حتى الدول الأوروبية عندما تتعامل مع الصين تتعامل معها بالخفاء، الحصار موجود الاقتصادي على الصين ولكن الجميع يتعامل معها. إذا هذا التوجه الكويتي باتجاه الصين واتجاه دول العالم لا شك أنها سياسة مرسومة وخارطة طريق تعتبر من أجل تعزيز الاقتصاد الكويتي. يعني الآن نحن المرحلة المقبلة يفترض أن نبحث عن مصدر بديل للنفط. النفط لا شك أنه أساسي، ولكن تنوع المصادر الدخل هذا شيء مهم، والاتجاه للصين وإلى دول العالم حاط الصفقات لا شك أن هذا يفترض. أستاذ وليد الأحمد، يعني أنت زرت الصين، يعني نتحدث عن ميناء مبارك وأهميته بالنسبة للجانب الصيني. يعني ميناء مبارك لا شك أن هذا سيكون قفزة اقتصادية للكويت ودول المنطقة. عندما نتحدث عن ميناء مبارك لا شك أن جيراننا العراقيين سيكون لهم أيضا الرزق الوفير، خلنا نقول لهم مردود كبير على هذا الميناء من خلال مرور السفن، من خلال التبادل التجاري، فستكون الكويت نقطة أساسية اقتصادية عبر هذا الميناء. لا شك أن ميناء مبارك مر بمراحل، وإحنا ربما بعض الخلافات التي حدث مع العراق توقفت ومن ثم عادت، والآن العجلة ستعود من جديد إلى هذا الميناء ميناء مبارك من أجل تكملة المراسي. يعني هناك مراسي السفن، يعني الخارطة لهذا الميناء خطة ضخمة تشمل يعني الدول. يعني الفائدة ليست فقط يعني مرور سفن فقط والكويت تستفيد، وإنما جميع دول المنطقة عندما تمر عبر هذا الميناء ستكون مستفيدة. يعني البضائع ستتصلهم أسرع، الجمارك ستكون أقل، عملية التبادل التجاري ستكون أسرع من السابق بفضل هذا الميناء. وبالتالي نحن نعرج كثيرا على إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر وجهة للبلد، وجهة اقتصادية، وربما يكون يعني معاون للمورد النفطي ليكون مصدر بديل لدخل الكويت. دكتور خالد، يعني أهميتها الاستراتيجية وأيضا الاقتصادية بالنسبة للصين وأيضا دول العالم، ميناء مبارك. بالطبع أعتقد أنه كما ذكر زميلي الفاضل أنه إذا يعني بدأنا فعلا في استثمار الميناء سوف يعني يشهد أيضا الاقتصاد العراقي والكويتي يعني تطورا يعني نتمنى أن يتحقق. وأعتقد أنه مع مرور الوقت إذا دخلت الصين في هذا السياق وبدأت يعني تستثمر في استعمال ميناء مبارك، أعتقد أن الأزمة يعني اللي هو فعلا فقط معوق فني يعني بيننا وبين الأشقاء في العراق سوف يختفي، لأنه يعني الصينيين دائما يسعون إلى دعنا نقول إذابة المعوقات في هذه السياقات الاقتصادية. فأعتقد أنه سوف يعني يصبحون شركاء استراتيجيين مع العراقيين والكويتيين في نفس الوقت، ويستفيدون من موقع استراتيجي لهذا الميناء، وبخاصة أيضا إذا قسنا على الموقع الاستراتيجي للكويت. فأعتقد أن هذه الأزمة سوف تحل إذا وجد فعلا أزمة، وأعتقد أننا سوف نشهد حضورا اقتصاديا صينيا فعالا في منطقة ميناء مبارك. إذن مشاهدينا ننتقل إلى موجز لأهم وآخر الأخبار، فاصل ونواصل إن شاء الله.